احمد. الو، عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. السلام. ازيك يا دكتوره مليكة؟ الله يسلم عمرك يا رب. الله ينور وشك بالسعاده والخير والهنا يا رب. يا حبيبتي احنا وانت يا ست الكل. قلبك يا رب. والله يا دكتوره انا كده يعني شفت لقيت يعني كام رؤيه كده اقول لحضرتك عليها. انا من فتره كده يعني من 20 يوم كده او اكتر شفت كده يعني انا عارفه اوضه النوم عندي قال انا على السرير كده نايمه هو في دولاب صغير كده قدامي قال لا يا ليف ليف صغير يعني ليف يعني رفيع كده هو مش رفيع قوي يعني ليف يعني ليف محطوط كده بس باين نصه تمام وليفه كبيره من في الحيطه كده هو يعني ليفه كده كبيره وحلوه انا بصيت كده وقلت بصيت لليفه يعني كده هو والليف كله واقف بس انا ايه يعني لفتت نظري الليفه الكبيره اللي ورا الطويله دهيا تمام المهم ده ايه يعني قمت قلت الليفه يا ربي المهم بعدها كده من الاسبوع اللي فات حضرتك انا جوزي متوفي رحمه الله عليه الله يسعد قلبك يا رب كده هو هم كانوا جيراننا قدامنا يعني بس لقيت حماتي في البيت بتاع بابا القديم يعني في الشقه اللي تحت مننا هي كانت في الدور الثالث واحنا قال هي ساكنه في الدور الثالث ومنوره النور بس النور ايه بتاع الاوضه باين في البلكونه يعني وقال في ليفه محطوطه في البلكونه احنا انا وجوزي بقى الصين فوق في اخر دور قال يعني قال هو جاب زي سلكه كده هون وايه راح واخد الليفه ايه من البلكونه عند حماتي فهي قالت لا نزلوا لي الليفه انا عايزه الليفه المهم ايه يعني خدت الليفه بتاعتها اللي كانت في البلكونه طب الحمد لله تمام طيب ده حلم يعني حلم تاني اتفضلي لا وبعدين بقيته يعني قال انا وانا في البلكونه يعني وهو بيجيب السلكه كده هو بصيت لقيت قال في اللهم صل على النبي سمعت صوت كده سمعت في ايه سمعت صوت واحد بيقول لي واحد اتنين تمام مرتين بعدين ركز على اتنين يعني الاتنين ده كان زميل معايا في الشغل زمان يعني اسمه عبد الهادي تمام هي حماتك قاعده مع مين؟ لا حماتي متوفيه متوفيه؟ اه مين اللي موجود في شقتها دلوقتي؟ لا هم سابوها باعوها يعني سابوها لصاحب البيت يعني انت ما معكيش بنات؟ لا انا معايا احمد احمد بس؟ اه طيب تمام كملي انا كنت طب عايزه اسالك في حاجه انت ليكي اخت زوج صح؟ ولا مالكيش؟ ليا اخت زوج اخت جوز يعني؟ ليا اتنين ظروفها ايه؟ يعني هي يعني مشاكل مع جوزها يعني في واحده كويسه جدا وفي واحده مشاكل مع جوزها يعني اللي هي في مشاكل مع زوجها دي واصله الفراق ولا ايه؟ واصله ايه؟ واصله المشاكل كبيره يعني ولا هي حياتها كده؟ انفصال قصدها يا دكتور لا مش عارفه يعني هي دايما تقول لي انا معاه مشاكل انا يعني كده هون يعني وصحتها كويسه؟ تعبانه شويه يعني كده رجليها وكده طب خلاص تمام كملي المهم فحضرتك بصيت لقيت ايه لما سمعت الصوت بيقول واحد اتنين وبعدين قال لا اكد على اتنين يعني وبعدين لقيت زميل كان معايا زمان يعني في الشغل وبعدين هو كان جايب لي واحد زمان قال هو طلب يتجوزني يعني ده في الحلم وبعدين ايه بس هو كان متجوز يعني المهم بصيت لقيت طالعه على سلالم انا طالعه على سلالم عارفه حضرتك العماير بتاعه زمان دي اللي فيها سلالم خارجه حديد من بره دي قال انا طالعه على سلالم كده رفيعه وبعدين قال ما عرفتش ايه يعني ضيقه فما عرفتش يعني اطلع منها فهو قال لي لا طب تعالي من الحته دي عدي من الحته دي رحت من الحته دي يعني بس يعني بس مش عارفه بقى هو عبد الهادي ولا مش عارفه يعني ده حلم حضرتك انت في حد اصلا عايز يرتبط بيكي الفتره دي؟ لا او حد لمح لك؟ مفيش؟ لا 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 انا كبيره انا عندي كبيره؟ انا طيب مين عبد الهادي؟ انت بتقولي واحد معاكي في الشغل وكنتي ده كان زمان بتقول ده هي ممكن مرمز الاسم بس طيب كملي وبعدين يعني هو مش معاكي حاليا؟ لا 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 طب خلاص تمام هو طلع معاكي من زمان وانا طلعت مع لا من لا بس مش عارفه ايه اللي خلاه يجي في الحلم يعني مطلع تمام بس. تمام ده حلم حضرتك انا شفت بردك من اللهم صل على النبي من 10 ايام كده هون عارفه حضرتك مش محل يعني عارفه المكان كده فيه جواكت متطبقه جواكت شتوي ناحيه الشمال كده هون قال انا ايه في النص كده لقيت جاكيت يعني جاكيت حلو كده هون وكبير فانا قلت الله لما اخد الجاكيت ده هون المهم انا اخدت الجاكيت ومشيت بس مش عارفه يعني مستعمل مش مستعمل الجواكت اللي كانت على اليمين دي كانت شكلها مستعمل تمام المهم فانا ايه اخدته عجبني وخدته كان متعلق كده هو المهم خدته يعني كان عليه زهره لوتس
دهب صغننه قوي عليه ايه؟ زهرة اللوتس. دهب بس صغيرة قوي. تمام. المهم وانا بمسكها كده ايه راحت وقع من الجاكيت. فمشيت ادور عليها. المهم ايه حد خد مني الجاكيت. مش عارفة مين. انا مش عارفة مين اللي خد الجاكيت. هو ابنك قد ايه؟ ابني عنده 29 سنة. لا مش مرتبط لسه؟ لا. عنده 28 يا رب. ربنا يحميه. تمام. ربي يسعدك. طمنيني عليه يا دكتوره والنبي. الله يسعد قلبك. المهم فضلت ادور على بتاع الذهب. المهم ايه ما لقيتهاش. حد خد مني ايه الجاكيت. المهم رحت لبتاع الجواكت. بصيت لقيت الجاكيت مقلوب على ظهره ومتطبق ومحطوط ايه ناحيه الشمال. رحت واخده الجاكيت وهو متطبق على ظهره بس فرحت ان انا خدته يعني. وبعدين حد قال لي خدي التليفون ده هو واتصلي على الرقم ده هو. مش عارفة مين يعني حد مش عارفة. قال لي ايه اتصلي على 4-8. سمعت بس 4-8. ورجعت البيت. روحت البيت بقى لقيت في البيت عندي ثلاث صبيان كده يعني واحد كده ولد كبير شوية واثنين صغيرين ولدين واقفين في الصالة كده هو. شكلهم ايه؟ ولدين مش عارفة. طب كمل. ثلاث ولاد كده هون واحد كده كبير مثلا بتاع 8 سنين والتانيين اصغر. ماشي تمام. واقفين في الصاله بس انا فتحت كده بصيت لقيتهم. مش عارفه بس. طيب حضرتك تعرفي حاجه عن ابنك في خصوص الارتباطات بتاعته او لا مش انا قلت لحضرتك ان انا كنت كلمت حضرتك وقلت لحضرتك لما لقيته بيقع من الطواف ولقيته قبل كده هو اللي حلمت لما عملت له استخاره كان عايز واحده وانا يعني كنت رافضه مش عارفه يعني. واحده كانت مرتبطه قبل كده؟ لا ما كان هو عايزها يعني كان بعد كده سابته وارتبطت بواحد تاني صح؟ اتجوزت. فاكره الحلم ده؟ انا مش فاكره بس هقول لك على حاجه. كذا رمز ظهر لي في الرؤيه دي ارتباط من واحده مرتبطه قبل كده سبق لها ارتباط للاسف. فانا بصي هحاولي انت تحاجي على ابنك قوي وما تشديش معه وما تتعنفيش معاه لان انقلاب الجاكيت ده انقلاب الجاكيت. خدي بالك ان دوت برضو هو ابنك عامه. زهره اللوتس اللي وقعت هي واحده كان هو متعلق بيها قوي وفعلا بعدت عنه بس انا شايفه ان الكره هترجع تاني وممكن الله اعلى واعلم هي نفس الست دي ولا لا بس انا واضح لي ان في واحده هتظهر له سبق لها زواج مش ارتباط خطوبه زواج قبل كده بس عامه ابنك كده كده هيرجع لك بس طبعا انت عارفه بقى الظروف اللي ممكن تحصل في النطاق ده ممكن تكون يعني تعب نفسي وحاجات زي كده فربنا يا رب يهدوه لك بحق لا اله الا الله. حاولي انك انت في ثلاث اولاد طبعا الرمز الثلاث اولاد هنا أفريق. طبعا لا رمز مش حلو عامه بس انا عايزاكي الرؤى ما تجينا يا جماعه تنبيهيه ده الفايده من تفسير الرؤى والاحلام اما تجينا رؤيه تنبيه او انذار ان احنا ناخد بالنا ان انت تحاجي على ابنك زي ما حصل كتير جدا في رؤى كتيره وجينا حذرنا ناس وربنا كرمهم فعلا وبعدوا عن الحاجه اللي كانوا داخلين فيها وربنا وفقهم في حاجه تانية فانا عايزاكي تاخدي بالك من الرموز دي كويس قوي لو انت تقدري انك انت تشوفي عروسه حلوه كده بس ابنك يقتنع بيها بعد استخاره ومن الكلام دوت الحقي بالموضوع ده فخلاص يبقى احنا كده خدنا الرؤيه الانذار التحذير اللي جاينا من عند ربنا اللي ممكن يحصل فيها ايه ما نقولش بقى انها اتجوزت خلاص هينساها وكده لا الموضوع انا شايفاه ان هيرجع تاني لا قدر الله ربنا ما يؤمر والله اعلى واعلم. طيب مين معايا تاني؟ استني في طب ثواني موضوع الليفه اللي هي شافتها الليفه دي معناها دنيا وحياه الليفه بتكون للواحده الحامل بنت اما ليك انت فدي حياتك ان شاء الله رب العالمين وباذن الله باذن الله في راحه وعد الهادي اللي ظهر لك في المنام في فتره استقرار وهدوء هتحصل معاكي الفتره دي والله اعلى واعلم. موضوع حماتك اللي انا سالت على بنتها هو ده ضرر هيقع على الزوج لان اخوها كان عايز ياخد الليفه فالحمد لله ان ما خدهاش دي كانت اخته فكان في سلك وحاجات زي كده فربنا يهدي حالها يا رب وحال زوجها والله اعلى واعلم. انا شايفه ان زوجها بس هيمر بمشكله كده وربنا يعديها على خير ان شاء الله والله اعلم والله اعلم.